مش قد عدد يعني المتقدمين، يعني عمل اعتقد عدد مو قليل يعني، وهذا عمليات التدقيق وعملية المراجعة يعني تحتاج إلى وقت كبير بصراحة. احنا ابتداء دكتور في عمليات تسجيل اعداد الخريجين من حملة الشهادات العليا والأوائل، كان عندنا قاعدة بيانات وصلت بحدود قاربة 100,000 في حينها، من 2003 إلى الآن، يعني بغض النظر عن سنوات ماكو سنوات، ولكن المهم أن يكون لديه كود فعال واضح تم الحكود. عد ما شاهدنا البيانات كنا متفائلين جدا، على عكس الجمهور المتابع كان الحقيقة هناك كثير من التشاؤم، على اعتبار أنه الدرجات المتاحة أن المتوفرة عندنا 31,418 في قبال عدد بيانات وصلت إلينا بحدود تقارب 100,000. كيف يجري العمل؟ قلنا لا، الحقيقة هذه البيانات التي وصلت إلينا هي ليست البيانات التي يمكن الاعتماد عليها أثناء إطلاق استمارة التقديم. تمام. عندما سنطلق استمارة التقديم كان عندنا ثقة مطلقة بعملنا أنه الكثير من هذه البيانات هم إما يعملون في قطاعات خاصة أو متعينين صحيح. ويعتقدون أنه بالإمكان أنه هو يخبئ وظيفته ويأتي لوظيفة أخرى أفضل منها. تمام. أو هو خارج العراق ليكمل دراسته، على سبيل المثال مثلا دكتور ماجستير وعنده كود وجتنا بياناته، هو ذهب لخارج العراق ليكمل دكتوراه، ما ممكن يجي يتقدم على التوظيف وهو أثناء الدراسة للحصول على الدكتوراه. الحمد لله بعد أن يعني فتحنا أو أطلقنا الاستمارة، استمارة التوظيف، وأغلقناها في 18/4 وصلت عدد القيود الوظيفية الصالحة، يعني هكذا نصفها، لعملية تقديمها للتوظيف 22,800 نيف تقريباً.